السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم ونشوف لعبة البوكمون. طبعا ما بعرفش لعبة البوكمون دي بتلعب ازاي، بس هو في برنامج قوي جدا اسمه سبيكل. ده عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت بتسطبه عندك فبيعمل انتجريشن يعني تبادل بين البرامج المختلفة زي الريفت مع مثلا الراينو مع الاركيكاد، يعني نفس الموديل تقدر تشوفه في كل البرامج، سكتش اب 3 دي ماكس، يعني حاجه روعه. فهو قال لك احنا نعمل لعبه ظريفه المدينه هيت، وانت تبدا تدور على البوكمون. تمام، او انا لقيت بوكمون قبل كده وحاطين صورته اهوت، او حاطين صورته بالمربي، فانت بتدور عليها وتقدر ان انت تسطب السبيكولر عندك على الريفت او الاركيد او كذا. تمام، وتبدا بقى تدور على البوكمون وتدوس عليه، تكتب كومنت ان انت لقيت بوكمون. يعني انا لقيت البوكمون اهوت، تمام اهو، فتقدر بقى تكتب بقى كلمه اي فايند بوكمون حاجه زي كده. تمام، بكتش اي شوز يو حاجه، ده انا اللي لقيته قبل كده، واحد تاني اهوت، فتكتب. هي الفكره مش اللعبه، الفكره ان انت تقدر تخلي الموديل ده عندك على الجهاز وتحط انت بوكمون وتبدا تلعبه معاه، او ممكن تلعب اللعبه دي. بسيب لكم الرابط بحيث ان انت بيشجعوا الناس انها تتعرف على البرنامج وتبدا انها تعرف تسطبه ازاي وهكذا. كانت فكرة ظريفة يعني. طيب خلينا بالمرة كده ندخل على الموقع. دي اللعبة بتاعت البوكمون. بتعمل ستريم، تمام، بيبقى انت مسطب البرنامج فعندك حساب هنسميه مثلا او اي اس، تمام، برايفت ستريم او عايز كله. فتبدا بقى تخش بنفس الحساب بتاعي، انا عامل حساب طبعا على البرنامج، تمام، كونكت، فيعرفني ازاي اوصل البرنامج بتاعي، يعني ايه هو البرنامج اللي اشتغل عليه. اهو عندي ريفت، عندي جراس هوبر، عندي راينو، عندي اوتوكاد، اكسل، ايتابس، داينامو، انريل، باور بي اي، سيفل، 3 دي، سي اس اي، ساب، سيف، كيو جي اي اس، يونيتي. بتقول له من كذا لكذا، اوبن ريل، اوبن بيلدينج، اوبن رود، تكلا، بلندر، مايكرو ستيشن، فكل ده موجود. تمام، وتقدر تضيف تقول لهم لا ده انا عايز برنامج اخر، فهم يبداوا يشتغلوا عليه، فكل الكونكتورز موجود.